يشارك وفد الشعبية البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع العاشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، والذي يأتي تمهيدا للاجتماع الحادي عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيكون برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا برئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، ويعقد بدولة الكويت الشقيقة يومي الاثنين والثلاثاء 8 و9 من يناير الجاري. ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد خميس الرميحي عضو مجلس الشورى عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لمجلس التعاون الخليجي العربي. سيد الرميحي بداية نرحب بك، ولو تكرمت أن يعني تطلعنا على أهم الموضوعات التي ستطرح على جدول الاجتماع المقبل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على هذه الاستضافة. حقيقة لجنة التنسيق البرلماني لدول مجلس التعاون عقدت اجتماعها العاشر اليوم صباح هذا اليوم بمجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة، وقد استعرضت اللجنة عدد من الموضوعات المحالة إليها من لجنة. طبعا البحرين كانت في الدورة الماضية في الاجتماع العاشر لرؤساء المجالس كانت هي دورة الرئاسة، وهي معنية برفع تقرير شامل عن ما جرى خلال العام المنصرم. ومن الموضوعات التي أحيلت هناك موضوعات، طبعا البحرين كما تعلمون بناء على تكليف من الأمانة من الاجتماع الدوري العاشر بإقامة ملتقى بخصوص موضوعات التي اختارتها أو اختارها أصحاب المعالي في العام الماضي، ومن ضمن كان الموضوعات كان هواجس أمن الماء والغذاء. وقد أقام مجلس النواب بمملكة البحرين هذا الملتقى في 20 أبريل عام 2017، وتم الحقيقة عمل شارك فيها عدد من السادة أعضاء المجلس والمختصين في هذا الشأن، وألقيت عدد من أوراق العمل كانت الحقيقة جديرة بملاحظة وجديرة بالاهتمام، وتم طباعتها في كتيب سوف توزع إن شاء الله، سوف يوزعها معالي الرئيس في الاجتماع القادم. أيضا هناك من الموضوعات التي طرحت هو اقتراح مملكة البحرين. طبعا كان هناك من ضمن التوصيات التي الاجتماع العاشر كان ترك للجنة التنسيق البرلماني طرح موضوع التعاون مع المعهد العربي للتدريب البرلماني في بيروت، والحقيقة كان هناك اقتراح من دولة الكويت الشقيقة بإلقاء التعامل مع هذا المعهد لعدم وجود حساب ختامي وأوجه صرف في هذا المعهد. نعم. وكان هناك مقترح من مملكة البحرين الحقيقة كان هو نقل هذا المعهد من معهد في بيروت إلى المعهد التدريب البرلماني التابع لمجلس النواب بمملكة البحرين الحقيقة، واللجنة الموقرة الحقيقة استجابت إلى رغبة مملكة البحرين، وكان هذا من ضمن التوصيات التي سوف ترفع إلى أصحاب المعالي رؤساء المجالس الأسبوع القادم إن شاء الله. ونتمنى أن هذه التوصية تلقى الاستجابة، ونحن على ثقة بأن هذه الرغبة سوف تلقى الاستجابة من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية لاعتماد معهد البحرين كبديل لمعهد التدريب البرلماني الموجود في بيروت. أيضا كان من ضمن التوصيات التي بترفع إلى أصحاب المعالي استمرارية التعامل مع التقارير الدولية المتعلقة بال المنطقة الخليجية أو بمجلس التعاون الخليجي الصادرة من بعض المنظمات التي تدعي بالحقوقية وكيف التعامل معها، إضافة إلى موضوع متعلق بالاتصال بالكونغرس الأمريكي والاتصال أيضا بالبرلمان الأوروبي وموضوعات أخرى الحقيقة سوف ترفع. نعم. إلى أصحاب المعالي رؤساء المجالس في الأسبوع القادم. إذن سعادة السيد خميس الرميحي عضو مجلس الشورى عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لمجلس التعاون الخليج العربي، شكرا جزيلا لك، أمنيتنا لكم بالتوفيق إن شاء الله.